فيلمنا بيبدأ في أوروبا قبل 20,000 سنة، وبتكون في قبيلة بتحاول إنها تصطاد تيران البايسون من على نهاية جبل عالي، وبيكون من ضمن القبيلة شاب اسمه كيدا ابن زعيم القبيلة، وبيكون أول مرة يطلع في رحلة صيد مع والده الزعيم، وبيجهزوا للهجوم على التيران وبيجروا عليهم وبيرموا الرماح عشان يفرقوا التيران عن بعضها ويمنعوها من الهجوم عليهم، وبيجري التيران ناحية حرف الجبل وبيقعوا جزء منهم لحد ما بيقدروا يلفوا تاني ناحية الصيادين، ومنهم واحد بيجري ناحية كيدا لكن كيدا بيخاف وبيحاول إنه يجري منه لحد ما بينطحوا الطور وبينطروا من فوقيه وبيلفلوا الطور تاني وبيهجم عليه، وبيحاول الزعيم انه يقتل الطور قبل ما يقتل ابنه، لكن لبس كيدا بيشبك في قرن الطور وبيكمل الطور جري بيه، وقبل نهاية الجبل بيقف الطور وينطر كيدا وبيرميه من فوق الجبل قدام والده. وبنرجع لقبلها باسبوع، وبيكون شباب القبيلة في الاختبارات اللي هتخليهم يبقوا صيادين، وبيبقى اول اختبار وعمل سلاح حد من الصخر وبينجح في كيدا لدرجة انه بيعمل راس رمح تجرح اللي يلمسها، وبيبقى تاني اختبار هو قوة تحمله من الضرب، لحد ما الزعيم بيأمرهم بوقف الضرب وبيهني الزعيم ابنه انه بقى صياد وانه هيطلع معهم رحلة الصيد السنوية الجاية، وبتبدأ مراسم الاحتفال بيهم قدام باقي القبيلة، وبيجي تاني يوم ويبدأوا رحلة الصيد، وبيودع كيدا والدته وبيطمنها انه هيرجع لها تاني، واثناء رحلتهم بيقابلوا قبيلة تانية طالعة للصيد وبتنضم ليهم وبيكملوا الرحلة سوا، وبيقدروا انهم يعرفوا الاتجاهات عن طريق صخور محطوطة في طريق سفرهم، وبيعدوا على حيوانات مموت ميتة وبيصطادوا خنزير بري عشان ياكلوا منه ويقدروا انهم يكملوا طريقهم، وبيأمر الزعيم ابنه كيدا انه يذبح الخنزير بايده، لكن كيدا ما بيقدرش وبيتردد، وبيتضايق والده بياخد السلاح منه وبيذبحه، وبيقوم يقول لابنه ان الجبناء مالهمش مكان في الدنيا ولازم يبقى شجاع عشان يقدر يعيش، وبيتجمعوا حوالين النار في عز الليل وبيحسوا بحركه حواليهم، وبيقوموا يبصوا حواليهم ما بيشوفوش حاجه، وبيرجعوا يقعدوا تاني في هدوء، لكن بيجي ذئب وبيخطف صاحب كيدا من جنبه بسرعه، وبيسمعوا صوته وهو بيصرخ وبيستغيث لحد ما صوته بيختفي تماما، وبيفضلوا صاحيين طول الليل لحد ما النهار يجي، وبيستقروا في كهف وبيحفر كيدا على دراعه النجوم اللي تساعده في الاسترشاد بطريقه خلال الليل، وبيعلم والده انه يعرف طريقه من السماء والنجوم، وبيلاقوا قدامهم قطيع من الذئاب، وبيشاور له الزعيم على قائد القطيع واللي اسمه الفا، وبيقول له الزعيم ان الفا اول ما يضعف بيهجم عليه واحد من قطيعه عشان ياخد مكانه ويحتل مركزه، عشان كده لازم يبقى الفا قوي دايما، وبيطلع النهار وبيكملوا رحلتهم وبيوصلوا لقطيع التيران اللي بيدوروا عليه، وبيحاول الهجوم عليهم وبيشبك لبس كده في قرن الطور وبيرميه من على حرف الجبل، وبيحاول كده انه يمسك في الجبل وبيجري عليه والده لكنه ما بيقدرش يساعده، وبيقع كده على حرف في نص الجبل وما بيتحركش، وبيتجنن والده وبيحاول ينزله، لكن صديقه بيقوله ان ابنه مات خلاص ومستحيل ينقذه، وانهم لازم يرجعوا للقبيله بتاعتهم لحمايتهم من الجوع، وبتبدا القبيله في تجهيز رحله رجوعهم، وبيفضل الزعيم طول الوقت باصص على ابنه على امل انه يتحرك لحد ما بيفقد الامل نهائيا، وبيتحرك الزعيم في رحله الرجوع وبيودع ابنه، ولكن الوقت بيمر وبيفوق كيدا وهو على حرف الجبل ومفيش اي سبيل انه ينزل من مكانه، وبيفضل ينادي على والده على امل انه يسمعه، وبيحاول انه ينزل من على الجبل لكن بيكون صعب وبيفضل متعلق عليه لحد ما بتحصل سيول شديدة، وبيتحول الطريق اللي تحته النهر من كتر الأمطار، وبينزل كده في المية وبيفوق بعد ما النهر بيرميه على الشط، وما بيقدرش انه يتحرك على رجله بسبب كسرها من وقعته، وبيربط حواليها خشب وبيحاول انه يتحرك عليها ببطء، وبيرجع تاني لاعلى الجبل عشان يدور على قبيلته، لكنه ما بيلاقوهمش، وبيلاقي ان في احجار محطوطه على روحه، وبيفهم ان والده افتكره ميت، وبيلاقي ان في قطيع ذئاب قريبه منه، وبيبدا انه يتحرك من مكانه، لحد ما القطيع بيوصل له وبيجري وراه، وبيتجه كده ناحيه شجره، وبيطلع عليه عشان يحمي نفسه من الذئاب، لكن ذئب بيمسكه من رجله وبيحاول انه يشده لتحت، وبيطلع كده اداه حاده وبيطعن بيها الذئب عشان يطلع على الشجره ويتحمى بيها، وبيفضل طول اليوم على الشجره لحد ما القطيع بيسيبه ويمشي، وبيطلع النهار وبيحاول انه يقتل الذئب اللي طعنه لكنه ما بيقدرش، وبيفضل كده باصص له لحد ما بيقرر انه ينقذه ويعالجه، وبيربط على بقه حبل عشان ما يعضوش، وبيشيله ناحيه النهر وبيطهر جرحه، وبعدها بياخده للكهف عشان يقضي فيه الليل بعيد عن الضباع، وبيحاول انه يولع نار لكنه بيفشل، وبيجي تاني يوم وبيلاقي في الكهف حجر على شكل طبق، وبيدور على اعشاب معينه وبيحطها على رجله عشان يعالج الكسر اللي عنده، وبيكون الذئب موجود جنبه، وبيحاول انه يخلع الرباط من على بقه لحد ما بيتخلع فعلا، وبيحط كده ميه في الطبق وبيقدمه للذئب من بعيد لحد ما بيلاقي ان الذئب بيشرب من الطبق وما بيحاولش انه يهجم عليه، وبيروح كده يصطاد ارنب بري وبيرجع بيه للكهف، وبيحاول الذئب انه ياخد الارنب من كده، لكن كده بيضربه وبيبعده عن الارنب عشان يعرفوا مين الالفه فيهم، وبيخليه قاعد طول اليوم من غير اكل، وبينجح كده انه يولع نار وياكل الارنب، وفي اخر اليوم بيديله كده قطعه من الارنب عشان ياكل معاه،
ومع طلوع الشمس بيتجهز كده انه يبدأ في محاولة رجوعه لبيته قبل نزول التلج وبداية البرد القارس، وبيحاول انه يخلي الذئب كمان يتحرك ويدور على جماعته، ولكن الذئب بيرفض انه يسيب كده وبيفضل معاه مكان ما يروح، وبيقرر كده انه هيسمي الذئب بألفا، وبقى يساعده الذئب انه يصطاد اكله وبياكله سوا. وخلال رحلتهم بيتقربوا لبعض جدا وبيتعود الذئب على كده، وبيجي وقت الجليد وبيغطي كل مكان وبيحاول كده انه يكمل في طريقه الصحيح، لحد ما في يوم بيقابل كده قطيع ذئاب بتاع ألفا، وساعتها بينضم ألفا ليهم وبيسيب كده يكمل رحلته لوحده. وبيفضل ايام في رحلته لحد ما بيشوف القطيع مرة تانية وهم بياكلوا حيوان ميت، وبيجري عليهم على امل انه يقدر ياكل من الحيوان الميت، لكنه بيجري على بحيرة متجمدة، وقبل ما بيوصل للقطيع بيقع في المية ويتحبس تحت الجليد، وبيشوفوا ألفا وبيحاولوا انه يساعده، وبيقدر كده انه يخرج من تحت الجليد بمساعدة ألفا، وبيولع نار وبينام وهو بيتدفى في ألفا، وبيرجع كده تاني مع ألفا ويكملوا رحلتهم، وبيلاقي خيمة في طريقه وبيكون صاحبها ميت ومتجمد من البرد، وبياخد كده من الخيمة قوس وسهم كأحمالي وبتشد العاصفة، وبيلاقي ان في مجموعة ضباع بتطاردهم وبيحاولوا يستخبوا في كهف جليدي، لكنه بيطلع كهف نمر وبيهجم عليهم، لكن بيحاول ألفا انه يحمي كده لحد ما كده بينشن بالسهم على النمر ويقتله، وبينقذ ألفا من انه يموت، وبيخرجوا من الكهف وبيوصلوا للصخور اللي بيعرف منها الطريق، وبيتأكد انه قرب لقابلته، وبيكملوا طريقهم، لكن ألفا ما بيقدرش انه يكمل الرحلة مع كيدا وبيقع من التعب، وما بيقدرش كده انه يسيب ألفا، وبيشيله وبيكمل رحلته بيه، لحد ما بيقدر كده انه يوصل لقابلته، وبيوصل لأهله وبيقع قدامهم وبيقول لهم انه كان عايزهم يفتخروا بيه وانه قدر يرجع لهم، وبيطلب منهم انهم يساعدوا ألفا، وبيتنقلوا كلهم لجوه الكهف، وبيكتشف كده ان ألفا انثى ذئب وانها تعبت وما قدرتش تكمل بسبب تعبها من الحمل، لحد ما بيجي وقت ولادتها وبينقذوها وبينقذوا اولادها، وبتفضل ألفا عايشه مع كده هي واولادها، وبيبقوا الذئاب من ضمن القبيله بعد ما بيكبروا. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. سلام.